يا اهلا وسهلا بمشاهدينا في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على حضراتكم يا رب. النهارده عندنا حاجات حلوه قوي، وعندنا غريبه بموت فيها، وملكه الشارع النهارده مشرفانا ومنورانا مدام امال جلال. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شريف. ايه الالوان الحلوه دي؟ ميرسي. منوره. ميرسي. النهارده عاملين ايه؟ فليتو بالجبنه وبالطماطم والمشروم. شكله مختلف تماما. وغريبه. وغريب. انت الغريبه عندك مش سهله خالص. طب وايه ده؟ ده تارت حادق وعاملاه بالجبنه والزيتون. بتعرفي بقى جنب على الحاجات دي؟ المفروض المفروض كان يتحط معاه، بس الطبق صغير مش طيب. عايزه تبتدي بعرق اللحمه؟ يلا نقول مقاديره. اتفضلي. عرق فليتو بالطماطم والمشروم، عرق فليتو، مستردة، مايونيز، مشروم، طماطم، جبنة شرايح، ملح وفلفل، 2 فص ثوم مبشور، ثمرة طماطم مبشورة. اوكي. اوكي. يلا بينا. نبتدي بقى ايه نشرح. هنا حضرتك جايبة العرق متشرح. ايوه. صح كده؟ اوكي. انا هحطه على طول في ال في الصبع، وانا افك لك الجبنة من الحاجات دي. عشان نعمله هنا على طول. يلا. المفروض معانا كده. جديدة قوي الفكرة بتاعت، أول مرة أشوف العرق بالطريقة دي. والله. هنا الجبنة اللي هي هنفتحها قدامكم، عشان دي لو كنا فتحناها كانت هتبوظ. دي الفلفل. هنحط بقى مايونيز على المستردة. مايونيز ومستردة، نقلبهم مع بعض. ايوه. بعدين هنحط فلفل اسود. وفلفل اسود. بالنسبة للبهارات هي اختيارية، لكل واحد يحط الطعم اللي هو بيحبه. وادي ملح. بعدين هنجيب هنا الطماطم. هنحط معاها البهارات. هنحط معاها شوية ثوم. الأول نحط هنا شوية ثوم. نحط هنا شوية ثوم. اوكي. برضو هنا ملح وفلفل. وفلفل. وحطينا البهارات. ايوه. اوكي. ايه بعد كده؟ دلوقتي هنقلب هنا الطماطم مع البهارات مع الثوم مع الملح. ممكن زيت يا شريف لو سمحت؟ عايزة اي زيت؟ ولا زيت زيتون؟ لا زيت عادي. زيت عادي. اوكي. نحط لي بتاع شوية زيت كده، بتاع معلقة صغيرة كده بس. والناحية التانية كمان. الناحية التانية فين؟ فع المايونيز والمستردة؟ اه. اوكي. معلش معلش. هنقسم العرق نصين. أوكي. هو مش هنقسمه بالشكل، بس هو هيفضل سليم كده. اه زي ما هو. اقلب لك ده؟ اقلب ده؟ هنبتدي ناخد الحشو ده. هنحط، بس انا هاخد بايدي بقى عشان نخلص بسرعه، ونحط جوه كده. طب ليه نصين؟ عشان يبقى طعمين يعني. يعني نص ده بحاجه ونص ده بحاجه. ايوه. فهمت. اوكي. طب انا الناحيه دي احشيها انا؟ ممكن تبقى تعمل هنا اللي هو بالمستردة والمايونيز. ايوه. وهيبقى بقى بالمشروم بعد كده. هنحط جواها مشروم. هنا هنحط طماطم. اوكي. ده بقى بيخش يستوي ازاي ده في الفرن؟ في الفرن. بيقعد قد ايه؟ قعد 45 دقيقة تقريبا. وبنغطيه؟ يفضل لا. والله. عشان لما بيتغطى بينزل مية. ونحطه في بس كده. سبقتيني. وبعدين المشروم والجبنة ايه بقى نظامهم؟ المشروم هتحطه عندك، هنا هنحط طماطم. وهنا المشروم متقطع كده سلايسز. هنروحوا ايه؟ الجبنه مش بنحطها من الاول خالص، لكن انا هحطها لكم بس عشان تشوفوا تتحط ازاي. انا اول مره اشوف العرق بالطريقه دي، جديد خالص. ميرسي. انا بحب اعمل لك حاجه. ما حبيبتي. ايوه. محدش عمل. اهو كده. والجبنه بقى ناحيتك ولا ناحيتي؟ يعني ممكن في النص تبقى بس. في كله ممكن تبقى. لا تعالي في النص بس، ما نحطش ولا ده ولا ده. اوكي. نحط الجبنه عشان يبقى 3 انواع. اوكي. اهو كده. بس هي الجبنه يفضل انها تتحط بعد يعني في الاخر. النص. يعني بعد في التسويه الخمس دقائق الاخيره. اوكي. اهو. بس اوكي. ومش هنقفله بالفويل. لا، وهيدخل. طب والزبادي ده ايه؟ ده مش زبادي، ده مايونيز هندهن بيه. بجد؟
ودخليه الفرن. طب استني اجيب لك فرشه. وده المايونيز اللي هندهنه. اتفضلي. ايه ده؟ ده سهل قوي. ايوه وسريع جدا كده. قلنا هندخله فرن درجه حرارته متوسطه ولا عاليه؟ لا عاليه عاليه عاليه. اه يعني لو في 360 يبقى 360. ياه ده اعلى حاجه. لان عشان ما ينزلش ميته وينشف. ونسيبه 45 دقيقه. وممكن على فكره في افران ياخد اقل حسب، لان الفيليه بيستوي بسرعه. اوكي يلا. وفي ناس بتحبه بيبقى نص سوا يعني. ماشي دخله بقى الفرن. خلاص يلا. اوكي نشيل بس دي. خلاص ثانك يو. الله حاجه جديده خالص عملناها النهارده. بصي بقى